السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيداتي أنساتي سادتي مخداتي وسادتي، أما بعد يا مرحبا الساعة، يا أهلا فيكم في حلقة جديدة من تروبيكو فايف. طبعا احنا هنا بنينا عماير والناس بتبدأ تسكنها بشكل أساسي، أكيد الناس بتسكن، ايش بيسوي الناس؟ بس الحين لازم نسوي مزارع كبيرة، يعني احنا كمية المزارع هاي حلوة والمزارع تنتج ودخلنا فلوس، لكن ما يكفي، ابا هذا ينترس هني تريليون، فشو بسوي؟ هاي المنطقة معادة، هاي اظني ماين عندي صح؟ هذا منجم راح اسوي اوتوميتد، اوكي هذا راح يكون منجم، خلنا نسوي خط سيدة زين، استغل المناجم اللي موجودة في المنطقة هني بشكل عام، ولحظة هذا بيروح للشارع الخارجي اللي بتمشي على... انا قاعد امشي على الكتش ولا الشارع الرملي، انتو شو تسمونه؟ احنا نسميه كتش، الشارع الرملي اللي يمشي عليه السيارات بالعادة زين. سوري يا جماعة، لكن ان شاء الله نهايات الزكمة. الحين عندنا نحن بيوت واماكن وكذا وحركات بس ما عندنا ناس بعدهم هوملس، يعني عندنا في ناس مش محصرة تسكن. مكتبة هاي سكول شفتوه طبعا، ما له داعي اقولكم. انزين خلنا نشوف الريسيرش مالنا شو اخباره، شو بيجيب لنا هذا؟ سلايست برد، هذا بيسوي لنا خبز. عندنا حق السياحة موجود عندنا شوي شغلات، وعندنا نقدر نسوي مصنع سيارات، ونقدر نسوي مصنع يورانيوم، ونحن نقدر نعدل على الدستور. الحين ما عندنا موافقة فعلية نحن على نظام الجمهور اللي قاعدين نتبعه، فعندنا مشكلة شوي. فاكتوري فارم زين، مش المزارع سوري يا اخي، هاي لا يا اخي، شو يسوون حليب؟ شو اسمهم؟ ايوه هذي لهم. انزين الحين هاي قاعد يدخلنا فلوس طيبه، بنحط لنا فاكتوري فارم هني، هاي بتكون عباره عن رصه ترى، ما بيكون شيء جديد، يعني عباره عن رصه محترمه لمجموعه مزارع. خلنا نسوي شارع ماي لآخر شيء، نبى تقاطع وسطي، خلنا نسوي لنا واحد القياس راح حبه، والله توقعت انه بيضبط لكن راح حبه مو مشكلة. انزين هاي الشيء ينتجون حقنا، هاي كلهم ينتجون لنا حليب، اوكي من العجل، ونبى انتاج لحم. زين نبى الانتاج الثاني شو يكون؟ حليب، هذا بينتج لنا لحم وحليب. الحين نحن نبى الوول اللي هو الصوف مال اللاما. لاما هذا شيء يعيش في استراليا اذا تعرفونه، حيوان عجيب. الله عندنا سوبر ماركت لامس، اوكي وعندنا منتجين ثايات، انا ما بحط وايد منهم الحين، لحظه خلنا ندخل شوي فلوس عن طريق المواني. لحظة حد قال هاي مش نفس السكاي لاين، لا تحطي وايد. اي اجري وذ يو، انا اوافقك الرأي، لكن عندي شعب وايد وعندي ناس وايد عايشة هني، ولازم اسوي لهم بيوت، فاوريدي انا عندي وايد بيوت، وعندي الحين مع البنك استوي ضريبة الدخل، معناه الفلوس عندي راح تتعدل. زين خلنا نعدل ميزانيات هذيله ونشوف موضوع الفلوس. في شغله في الفلوس انا الحين هي المدخول مقارنه بالمصروف، انا مش فاهم، يعني الحين عندي المصروف مالي 3 مليون، زين حلو، المدخول مالي بعد 3 مليون، يعني بريك ايفن ولا هو هذا، وعندنا فساد قاعد ينزل من فلوسنا. التريجري الخزنه ما فيها فلوس، زين كيف اشيل الفساد اللي عندي في الدوله؟ في عندي فساد، لحظة
دقيقة، لازم يكون عندي فلوس أساس إني أخزن فلوس. عندي فساد مش طبيعي. ثلاث محطات لمعالجة الأوساخ يبا، اللي هم بيكون تحت الولفير مفروض ويسار. كلمي هوتل الفنادق يا أخي، لازم نروح للسياحة، لازم. وين بيكون انفستراكشر؟ ضيعت وين مكان المبنى. increase the speed of trade ships. نايس. هاي شو؟ راح يزيد لنا سرعة ال 12000 دايركت. لحظة. السفن، هاي يقول راح يزيد سرعة السفن. ويت. على اساس انه في شارع يعني. خلنا نشوف كيف يزيد سرعة السفن. ما اعرف شو اسمه هذا، درايف دوك، هذا اللي يسوون عليه صيانة. واظني اكثر مكان في الدنيا حطيته، اكثر مكان في الدنيا مرة. انزين، كان عندنا نحن حطينا وحدة نحن لو تذكرون، بس انا ما اذكر والله من وين شليتها، اللي مال معالجة الاوساخ، وحطيته في مكان. اللي هي يا جماعة الخير هاي ويست تريتمنت بلانت. هاي لازم يكون ويلفير. شو ويلفير؟ لازم يكون هني، بس مش قادر احصله. هني. ليش موجود في الانترتينمنت؟ هاي معالجة اوساخ. شو المتعة في معالجة الاوساخ؟ الناس تروح تطالع معالجة اوساخ؟ ذمتكم يعني؟ هذا كلام؟ لحظة، اذا السالفة الطريقة هاي، انا بسوي مسار اللعبة شوي. هذا كم يجيب؟ في بعد. انزين، خلنا نشوف التريد. التجارة. انزين، اوكي، عندنا بزيد مصنع سيجار واحد. ما عندي فلوس. هاي استعد فلوس، بزيد مصنع سيجار واحد. سيجار سيجار مدخولة. طيب، زقاير كم يبغى فلوس حقه؟ 12000. 12000 مقدور عليهم الحين. هذا بيشيل لنا فلوس، هذا بيشيل لهم، يعطونا فلوس. والله انتاج عنا طيب. زين، الحين شو اخبار هاي؟ اوه، شغالين. ليش ما في عندهم فايدة؟ ما عندي كورن حقهم يا حبيبي. بحط كم مزرعة عندهم؟ ثامتة مودرن تايمز. اوكي، بنحط الكورن. نزيد المزارع اللي هني، بخلي حبة فاضية. بجيب شارع من الوسط. هذا شارع مزارع، هذا لين هني. بنزل تقاطع هني. شوفوا الحركة، هاي حركات محترفين، هاي يا حبيبي حركات محترفين مرة، محترف. شوفوا، هذا بيسد علي المكان، لكن أحس شكله بيكون حلو إذا حطيته هني. بحط بلانتيشن، نعبي المكان إنه شكله يكون كله مزارع، بس هذا حق الشكل الحين. كورن
تشينج، خلنا نغيره الى ذرة، خلنا نغيره الى ذرة. اوكي، لان هايل بيحتاجون ذرة زيادة. هاي على الاغلب الحين شغالين في عندنا ذرة، بس بنزيد الذرة شوي على اساس اني اقدر ازيد لهم. لحظة، خلنا عندك كوك بيلد كوك بيلد كوك بيلد. في عندي الحين في الانترتينمنت، زين، على اساس الناس مستمتعة بالوساخة. زين، هذه معالجة اوساخ. ايوه، كو عندنا ثلاثة بس، نحن اوريدي عندنا كم من واحد. انزين، والله عجيب والله يستعملوها الشارع، وايد اوكي، وايد اوكي انهم يستعملون الشارع. هل نشوف باقي ان يحصلون ذرة ولا ما يحصلون؟ هاي شو يبا؟ فورن، بعد ذرة يبون، هاي كلهم يبون ذرة اظني. هي كلهم لازم ذرة، هاي شو المشكلة؟ هذا ما عنده ذرة. زين، ترى تو فتح بعد ما لحق انه يوصلوا له ذره اصلا. بس ها بعد ما وصلوا له ذره، ما وصلوا ذره، هذا اوكي، هذا قام يسوي فايده. الحين هذا اذا بيسرع لنا السفن، نحن هني نقدر نبدا ننتج شوي زياده. شو اخبارهم هايل؟ شو اخبارهم؟ تم استرفس على كم؟ 4000. بعقلي الحين اثنين، هاي المال دليفري الشباب، هايل اوكي، بعقلي اثنين هني، تيمستر واحد كالكوليتد محسوب يا حبيبي، مش هذا انت، مش محسوب، محسوب. خلنا نشوف، يستوي واحد مكان هني. ازيدهم هني المفروض، والله حتى مكانهم الحين مش اوكي، ترى مكانهم تعبان وايد. لحظة، خلينا نشوف هالمدينة فيها كهرباء، خلنا نحط لهم محول كهرباء هني، لان اصلا بعد عندنا هذا، نشوف اذا هاي يبون كهرباء. هاي اللي عندهم كهرباء، خلاص اوكي. زين، نبى الحين اويل ويل، اويل ريفاينري، نبى مزارع شويه زياده. او لحظه، ليش ما اسوي مينا هني؟ لحظه، انا عندي فلوس، يعني شوفوا فلوس تي، ترى عادي، ما عندكم مشكلة. زين، نسوي مينا، ما اعرف اذا يستوي حطي مينا هنا صور. خلنا نشوف اول شيء، لا ما بيستوي، ما في الشاطئ هني، بس هني اقدر احطي. اوه، في اماكن سمك وايد، ها سمك سمك، خلنا نحطي مال سمك. في بترول بعد هني، خلي السماكين يعيشون حياتهم. بنحط بينهم الشباب هايل، ابى احط المينا اخر شيء مع البترول هني. انا الحين بجيب هني اويل ريفاينري، بحط جنبه انفراستراكشر. دقيقة، أنا بعدني في اللعبة هاي مش حافظ أماكن الأغراض كلها، تراني فمتلعوز وايد. أوكي، مثل مانشن تنمنت. انزين، وين أنا ليش أقرأ كل شيء معاد المينا؟ لحظة، انزين، هاي مال المواصلات، مال هذا، مال مركنجن، مثل نيكلير. أوكي، طف، ايوه هني بيكون مفروض. مش هني، ما في ماين ثاني هني؟ لا ما في. لحظه، هذا من جم، شو هذا؟ فحم، بوكسي، بوكسايت، شو اللي يعطي بوكسات؟ ما اعرفه، بوكسات، بوكسات. يا جماعه انا نسيت احط مال سجاير، انا اصلا بديت اول ما بديت الحلقه قلت بحط مال سجاير. لحظه، مصنع سجاير، سجاير، ما علي، بنحط اعلان انه مضر بالصحة، مو مشكلة. زين،
خلينا نحط مال السكاير هني. ابى احط مينا، ناسي وين المينا والله، مش قادر احصله يعني الحين. يا من العيد انا، تعرفون من اوسع ابوابه. ها قد اتى بكم خليل العيد. زين دراي دوك امبسي بانك اوفيس، لازم نحط مطار صح؟ ما اعرف انا، مخي الحين ضاع، انا حرفيا الحين مخي ضاع. عادي يكون هني قدامي، ها قدامي اول واحد السطرة. زين مو مشكلة، عادي عادي، تصيل تصيل. مساطيل يا درب العنا مساطيل. لحظة. اوكي عندي فلوس شارع، هذه فلوس الشارع، تقاطع هني، قاطع هني. لازم ميران، شوف شوف سالفة مربعات انا هاي، بس هاي العيون يمكن بس لحقوه. والله مكانه مضبوط، تصدقون بعيد عن الحشرة. تعال والله انت انسان محترم، عارف احد بيقول لي تحطيت وايد سويت كذا، ايوه حطيت وايد، بس شوف هاي اللي دخل علينا مدخل فلوس. يقول هل اليانكيز ما ادري شو اسمهم يشربون ويدوخون. عطني عطني صناعة ببلاش، ما بفلوس انا، فلوس عندي ما بفلوس. عطني شيء يبني سرعة، خلي بخلص فلوسنا. انزين الحين بحطي لهم، قبل فتحت ترى سوبر ماركت، وين سر؟ اوه تعالوا مصنع سيارات، مصنع سيارات، بس لحين 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 بدري على مصنع السيارات. لما مصنع السيارات بيبهدلني، لان الحين انا اعرف اني اقدر اسوي سجاير حلو زين، واقدر اسوي هاي الكحول حلو. اعرف شو يبالهم، بس هذاك يباله مغامره بروحه. مصنع السيارات احس انه يباله مغامره بروحه، والله احس انه يباله مغامره بروحه. زين هاي شو اخبارهم؟ اوكي ممتاز، نعطيهم شويه بادجت زياده، خلهم يصيدوا على راحتهم. بنحط هني عند مال الصيد هذا، هذا بسوي جزء من مكان سياحي يعني. اعرف عندي مال السيارات فاضي افتح، اعرف. زين الحين ما بمصنع سيارات، الحين بدخل انا فلوس تكفيني سنين قدام. هذا معناه ان انا عندي مينا زياده، ارم اطرش سفينه زياده. فشو ابى اصدر؟ والله عندي بنانا زياده انا، ارم اصدر كوكا كاكاو، ارم اصدر بلانكس فارماسيوتيكلز، شغلات طبيه، سيارات، سيجار، سجاير. عندنا سجاير ياسين ممتد، امريكا كلها يبون سجاير، شو حياة القرف اللي عندهم هذا. زين نبا نشوف كيف هاي شغالين. هل الحين ما عندهم اي ارباح؟ اوكي فالمفروض اني اسوي منطقة مزارع ثانية. زين بما ان عندنا هذا الحبيب، زين اللي هو المنجم، بنستفيد منه. هاي المنطقه بسويها كلها مزارع، ولا هني شكلها، ايوه هني هني كلها مزارع. الحين برص يمين مزارع ويسار مزارع، وعندي منجم هذا ولا شو؟ ها منجم؟ لا مش منجم، ما اعرف حسيته منجم اللحظه. اوكي بسوي مزارع لليسار اول شيء. الشارع هذا، لا هالشارع انا محتاج يكون سيدي. لحظة اسمح لي، لكن انت انا محتاجك تكون سيدي، محتاج انك تكون سيدي، ومحتاج تجيب الفلوس طبعا. زين هاش اخباره؟ ها بعد ياسي يبوا له سمونه، يبوا له حليب، يبوا له دنيا، يبوا له. بس بعيد هني، اذا يجون من هني هذا الطريق لين تحت يبوا لهم ذره.
في ذرة تصدقون أسيلهم كميات طيبة يعني ذرة، بس هايل ما قاعد أظني هايل مشكلتهم بالتيمسترز، بما أن عندنا إحنا مدينة هني أوريدي فيها مكان نحط فيه شغلات صناعية، شو بسوي؟ بستغل الموضوع هذا وأحطي هني ورا الشارع، بحط المكاتب هايل وراهم، حطي لي كم واحد يشيل 4 5، خلنا نشوف، حطي لهم 1، حطي لهم 2، خلي يبون ذرة، لأن أنا أظني عندنا مشكلة في النقل أكثر من عندنا مشكلة في عند expect larger rebel against your resistance. انزين عندنا مشكلة مظاهرات بتستوي، حلو، فخلونا اكبر الجيش التعبان، بنحط قلعة وين هني، خلوا هاي اللي برايهم الحين بينبنون، ما عندنا مشكلة، والحين فلوس بتينا ترى ما في مشاكل، يعني هاي كلهم بيبدون ينتجون. المشكلة عندنا سرقات وايد في الميزانية، حرامية وايد، عندنا هالمينا بيجيب لنا 20,000 الحين، بنبيع شوي سجاير زيادة، لازم نبيع شوي شغلات زيادة بعد، لحظة هو قاعد ينتج 122,000 ربح، انزين بس ندخل فلوس الحين. ارمي سوبر ماكس بريزن، حطينا سجن نحن صح؟ حطينا سجن، اوكي ويت، بروفايد سكواتس اوف انفانتري، هذا اوكي، هذا يوفر لنا مشاة، حلو، فشو ابى اسوي؟ ابى ادق باركس، منطقة عسكرية هاي كاملة، باركس باركسين، ما اقدر احط زيادة بس، نايس، مو بنايس، يبي يتوصل التقاطع غصب، مو مشكلة عادي بنحطيه له، لأنه ما بحتاج أنا 100%. ويك 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 ويك، أنا أعرف إني جاي بالعيد، وفي عندي ناس مو محصلة بيت، أوكي عندي 51 عائلة هوملس، المفروض أحط لهم عماير أصلا في المكان. اوكي يقول وايد حر، فلازم نحصل مشكلة حق الحر، شو اسوي؟ انفخ عليهم وبردهم يعني؟ اوكي شو باخذ انا اول شيء؟ سبيس بروجرام لا، بريزيشن اوكي، حاملة الطيارات، بعدين نسوي طاقة نووية، زين والحين نتريا بس، لحظة حر، شو الحل اللي قال لي؟ لحظة الحين توهقت، الحين ابغى اسمع شو يقول. امريكا will not contact you about rockets if you complete this task. ايوه يعني امريكا اذا سويت هذا حقهم، يقول لي اوكي اقول لك ما عندك مشكلة، ها بهدم كلهم برد ابنيهم، ما بهدم كلهم برد ابنيهم عادي، حر هي عندنا مشكلة حرارة، ترى مصيبة حرارة عندي، زين ويت انهدموا، ياس يهجمون الحيوانين، ويت خلنا نحط هذا، يعطينا الدبابات، بنحط لنا دبابات هني، حطينا الدبابات ما يستوي الدبابات زيادة، لحظة براكس، زين خلنا نوقف اللعبة شوي، الجيش لازم ميزانية فل، والله الجيش بالذات، لأن عندنا مظاهرات دوم، زين وما نعرف نحل المظاهرات دائما، اوكي زين خلينا نشوف اللي ظهروا وينهم، هاي لا
هذي لا ريبلز، ريبلز هم اظن مو بيسوي لنا وايد مشاكل، هم كترة اصلا. عيادة 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 جريدة، عندنا تلفزيون، بحط التلفزيون عقب شوية. بس المشكلة الكثرة تغلب الشجاعة. والله قاعد يقم شوي شوي تصدقون، بس كم دمه هذا؟ زين وين الجيش مالي؟ وين الجيش مالي؟ قاعد يضارب يا هايل. الجيش الثاني مالي توه وصل، الجيش اللي ما خلصه هني في دبابات يا صح. اسمع صوت الدبابات بس ما تشوف. هاي الدبابات جايه. نايس 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 دبابات. اوكي الحين نحن في مشكله جوهريه ترى، هي المويه. شو كان انفراستراكشر مترو ستيشن باركنج لوت انا احيد فتحنا شيء يخص الماي، بس ما اذكر وين كان. انا ما اذكر ولا شيء في اللعبه على فكره، يعني الحين بنيت مدينه ثانيه جزء ثاني الحين اعرف السالفه. بس المشكله يوم بديت على عماها وسويت سلسله كالعاده. عندي مطار، مطار اسمه مطار، ما عندي شيء يعطيني ماي. شو يعطيني ماي؟ شو المفروض ابني؟ اوكي يبوني ابني شيء حق السياح اللي هو هنا كده. هذا شو هذا؟ اوكي شيل الست عوايل ما ادري شو الى اخره. زين شو اخبار مظاهرات الثوره؟ كبحوهم. اوكي ممتاز، ما كبحهم والله، الا ربعي شكله انكب مساكين. في 15,000 ياية، في 34,000 ياية. ابى اخلص الدباب اللي عندي، ابى اخلص مثلا الدبابات بس ابوهم يشترون، لان عندي ناس قاعد تموت هني. قالت سرندر ان ليف، قالت ريبلد. زين اوكي خلنا نخلص، ما اقدر اخلص ما عندي فلوس والله. هي مشكلة، ازمة عالمية. الجيش الكحيان هذا لو يفخون عليه يطيح الجيش، ما يباله حتى حرب. انزين ويت، يبالنا هذا قلنا هني، هذا مكان السياحة الامثل. ايوه والله احس مكان هني بيكون، احس مكان لذيذ. انزين وين صاروا؟ كلهم ما عندهم ماي، كلهم ما عندهم ماي. عادي الناس تموت، عادي كل شيء يموت، عادي اكل تبن من وراها. انا هاي الحين لحظة، متى 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 ما ادري شو قال لي يا ابني، والله نسيت، والله نسيت شو قال لي يا ابني، بس احاول اتذكر. قريت انا شيء يحل المشكله، قال اوكي شكرا، فزنا فزنا في الانتخابات، فزنا في الحرب، فزنا في كل شيء. في ناس عندي اظن قامت تموت اصلا، اظن عدد الشعب ينزل الحين هم بيموتون. زين هذا قاعد ينبني، هذا قاعد ينبني، جيش مالي قاعد يتمشى، في وحدات جيش جديدة جاية، في عندنا الحين قريبا نقل الطيارات. اوكي انترستنج نقل الطيارات، بس اذا قصفت بقصف نفسي. انزين لازم نتفق الحين،
اني انا لازم اسوي شيء increase the cost of all building maintenance base price. اوكي رفعت اسعار الايجار. اوكي طف، خلينا نطلع قوانين جديده. طف لحظه، في شغله ثانيه تحت. ويت ادبتس، وين ادبتس؟ وورد وورز. اوكي انكريز فكنس اول برزنتيشن. هذا الحين ما فتحنا المزارع اللي هي البيت بلاستيكية يعني. انزين سوشيال سكيورتي جرانتيز فور ويلك ليفل امبلويد اب كيب كوست. هات قاعد، مو بتقاعد الحين، خلنا نسوي سكيورت بوليس. زين وخلنا للشرطة هاي التحريات يعني جواسيس يعني باختصار. مو زين، ونسوي لكم احنا هذا برنامج الفضاء النووي، بعد وراه برنامج نووي سلاح امريكا. اهم شيء ما تزعل مني تهجم علي. انزين وامريكا اوريدي نحن سويناها اللي هم يبونه. انزين نحن شلينا هاي صح حق المهمة. ايوه نشليناهم صح، برجعهم بعد شوي. انزين خلنا نسرع اللعبة. اللعبة تاخذ صبر طويل مش طبيعي ترى. بروديوزر سول فارم، هذا شو كنت بخليني انتج انا؟ اوكي الحين اقدر اعدل على الدستور اكثر من اول، مو مشكلة. انبوت ما يوصل لذرة، هذا ما يوصل لذرة. لحظة، اذا هاي السالفه ما توصل لهم ترى خلينا نحط لهم نفس ما اتفقنا نحط المزارع. واحد اوكي، ابا اثنين لهي، ابا اثنين انترتينمنت بيلدينج. لحظه زين، نبى بلانتيشن، نبى شارع يمر من الوسط. نبغى شارع يمر هني، بلانتيشن ثاني، بلانتيشن ثالث، بلانتيشن مزارع يعني رابع كلهم. لحظة change crop core، ما اقدر اغير على فكرة، اللي ما اقدر اغيره طاف، بخليه ينتج اللي هو قاعد ينتجه ترى، بيتصدر اخر شيء بيدخلنا فلوسه. Presidente, Tropicans await elections next year. They wish to show their everlasting love and respect. يلا خلنا نعطيهم انتخابات. اخاف اخسر سبت الانتخابات اللي انا كل شوي واثق. انزين على ما يبدو انا حاط مكانه غلط حق اني احطي ذرة. الشكل اللي راح يستوي لحظة، خلهم يتجون اللي يتجون، ما عندي مشكلة أنا. زين مو مشكلة، هاي ما بيحصلون الحين هذا قريب، فشو بسوي؟ أنا توي ضايف مينا تريد تريد. نبغى نستورد، بنستورد ذرة وبنستورد ذرة زيادة، وبنصدر ما نقدر نصدر حق هاي، ما لنا علاقات وياهم. زين امريكا ما يبون سجاير، خلاص خشب حق الصين. هاي التوباكو نفسه خلهم يروحون، ما عندك مشكلة. اوكي بنستورد شوي ذرة، دام الذرة اللي عندنا ما يكفي ومش قاعد ازرع ذرة انا، خليني استورد ذرة بستفيد من الذرة المستوردة، ما عندي مشكلة. ذا برد مباع ترى، هذا الذرة بتحول لمنتجات ثانية وبينباع بفائدة من السعر،
ما راح ينباع بأقل من السعر. أوكي، الحين عندي السجن، عندي مال دبابات، ما عندي مساجين، لكن انزين بسوي الحين حق العالم مباني انترتينمنت. قال بيعطيني المفروض اعطيني 2. اوكي هذا الهم. ويل كله فري تافرن. اوكي نحطي تافرن، نبغاهم الحين شوي يستانسون لان انتخابات، وابى ارفع التصويت مالي، يعني الموضوع كله حق تصويت ولا هم طف. انزين نبغى التافرن بعد زياده، التافرن هاي مال حانه يعني باختصار، هذا اللي ما يعرف شو حانه عاده ما بشرح الصراحه عيب يعني. انزين بعد تافرن ما نبغى تافرن، ونبغى بس هذا اللي اعطاني اياه صح، ما اعطاني شيء ثاني فور فري، لا ما اعطاني شيء ثاني فور فري. انزين هاي اللي بيسوون شغل ترى الحانتين شوي بيرفع الريتنج مال الناس، يوم تستانس اكثر تعطي تصويت اكثر، تشوف الوضع قاعد يتغير يستانسون اكثر. هني ما في مطعم، خلينا نحط لهم مطعم، لا في مطعم، هذا هو ما ابى مطعم، تعرفون شو ابى؟ ويست تريتمنت بلانت، الناس عايشة فوق خدته، عيب عيب، الناس مش قادرة تصرف. اثنين يكفي اظني، اثنين اكثر من كفاية. زين هذا لو سمحت ممكن تشيل السماوات كله، ممكن تشيل السماوات كله، نحن ناس نبيع فلوس. زين الحين شو كنت بحط انا هني يا جماعة الخير؟ الابروفل مالي قاعد ينزل ما قاعد يرتفع، اقتصاد الدولة اصلا خربان، يعني الدولة اللي مسوينها دولة فاشلة، شو تتوقعون؟ خلنا نشوف هذاك شو وضعه، شو وضعه. بس حطينا وايد شغلات والله، اغش؟ لا بغش، ما بغش، ما محتاج اغش. زين تعال تصدر 7500 اويل. اوكي بس عندي ليش؟ خلنا نعلم الناس، خلنا نعلم الناس، لا لازم نعلم الناس، الناس اذا ما تعلمت ما ينفع. فس نسبة 1.7% معناه بيكون في مظاهرات. والزين اني زدت الجيش، كبرت الجيش مالي حبتين. انزين الحين شو ابى اسوي؟ اللي ابى اسويه انا بشرح لكم، لان انا اظني عندنا ناس مش ساكنين في بيوت. من اول دفعة فلوس بتينا بحط لهم، لحظة الشخاخ متى نفتحهم؟ زين بسوي ادكت ادكت ادكت، لا مو بسوي، صبر ريا فلوس، سوي ريسيرش 4 عندي في الدرب، خلهم لحظة. هوملس فاميليز 92، عندنا 42 ما يداومون، عندنا الذراع. اوكي قام يستوردون ذراع اظني، الامور طيبه استوت. اوكي تمام، اذا قمنا نستورد ذراع معناه مع كثير من المشاكل راح تنحل، اذا صدرنا حليب اوكي، واذا ما صدرنا اوكي راح توهق. والسمك المفروض يزيد عندي الحين، وايد سمك من زدت انت سمك. لحظه شو يعطون؟ وول، حليب، سمك، أدارس إلى آخره كله موجود.
يشلون الأغراض من هني، وعندنا هني المفروض إن حنسوي شقق. يا جماعة ترى أنا ما بأطول عليكم الحلقة أكثر، لكن هني تعديلات عامة، سوينا تعديلات عامة على الصراحة اللي حصل تعديل عام صراحة جيش، يعني تعديل جميل جميل الجيش حصل. هاي شو أخبارهم الحين؟ تشنج كروب كورن ما يستوي كورن هنا. ولا يمكن لأنه موز عنده، إذا حطيت واحد يتغير الوضع. ايش أخباره؟ لحظة لا تقول هنا كيف عايشين، ما حد مسوي شاك. بعيد المشكلة، بعيد يعني مش قريب أبدا. مو عندي عمال طبعا، لأني أنا رفعت ميزانية مكان، فالعمال الأفضل دائما يحاولون مكان ميزانيته أفضل. والحين بيست عندي ذرة وايد. خلوني أيوة أحطي، لا شقق الطريقة هاي. نجيب شارع، ليش لازم يكون لازق فيه عادي ترى؟ الطريقة هاي. لأن الحين عندي هذا كم عائلة يشيل؟ 18 عوائل، وعندي 96-91 عائلة غير موجودة، معناه راح احتاج، وعندي وظايف ناقصه، معناه محتاج اسكن هالناس اللي عندي المساكين، وانا مش مسكنهم، انا مش مسوي فيهم، والله ساحب عليهم. فخلونا نسكنهم، نحب نبني كم بيت. البنك شو اخباره؟ اوكي اير كرافت كارير كم سعره؟ 34000. اذا استوى عندي الحين فلوس بحطي، لحظه اسعار البترول ترتفع. اوكي انا اذا 30% بنزل علاقاتي وياهم 10. علاقاتي زينه مع يو اس اي، تتحمل اني انزلها 10، ما عندي مشكله. واقول سعر البترول قاعد يرتفع، فاذا رفعت عليهم سعر علاقاتي شوي راح ضرب، ورد علاقاتي معاهم جيده يعني. ف اوكي مش جيده وايد، اوكي انا اسف، لكن المفروض هاي اللي نسكنه على طول، وهذه انا ليش بنيت هذا؟ لحظة خلنا نبني حامل الطيارات. حامل الطيارات طبعا عند البترول. ويت، حامل الطيارات وين مكان مناسب؟ الجيش مالي هني. إذا سويت ميناء عسكري وين بيروح؟ أوكي بحط حملة طيارات هني عند بيت الرئاسي. يا عندي طيارات، طر اسمع عادي حملة طيارات. هاها حملة طيارات زين. حد بيسوي مشاكل وياي الحين؟ تعال بتونكم شوي. ايش يبا؟ ابني 4 كباين يداد. شو مقهى؟ انزين لحظة كبنز ب 9000 الكبن وخيبة.
عجيب. شوفوا شوفوا حمل الطيارات. شوف يقول ما اعرف شو يقول بس عجيب. شوف الطيارة هاي، شوف 16. رش السفينة اقول. لا لا اوكي 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 امزح امزح لا ترش. عجيبة حمل الطيارات، شوف شكلها. احس كم يستوي عندي دولة يعني شوي يعني علاقات زينة يعني استوت يعني انزين. خلني لا كباين كبينة والله ما ادري ليش، بس احس عند مال السمك الناس تي تطالع صيادين زين، مال الناس طالع صيادين ما اعرف والله احس يعني الصياد هني يخلص اموره يطالعونه حلو يعني كبينة ياخذ السمك ماله فريش يبيع عليهم يطبخه. تعرفون المبدأ هذا جميل، يوم تروحون مكان في مينا سمك لازم يكون في محلات، بس احس انها حركة غبية بس اوكي، بس وايد اوكي يعني. هذا فنان اسمع. ميزانية فوت تعال تستاهل اسمع. اسمع اسمع بس مسخته صح؟ زين شو تبون؟ اوكي يبون محطة كهرباء مع ابجريد. اوكي اقدر احط تكييف مركزي. انا ما اعرف اني اقدر احط تكييف مركزي. اوكي يبون شو اسمه بنحطي هاي الاثنين. انا كنت ابغى احطي زياده بس استخسرت، بس اذا بيعطوني اثنين براش زين ما بقول لا. خلي يستهلك باور كهرباء عندي ما في مشاكل، بس لحظه ما حد يبي يداوم هني. خلنا اعطيكم فلوس زياده. الله تعطون فلوس العالم زياده يداومون وين ما تبون. زين خلنا نشوف رشوهم فلوس. زين عشان اهم فلوس زين نبقى كباين. خل الحين بتينا فلوس نسوي كباين مقاهي. انزين بحطي هاي شو اوبرا هاوس. خليني احط كباين عند اوبرا هاوس. والله مكان فنان حق كباين. اوبرا تي تدخلون الاوبرا. قبل شوي سمك الحين هذا كل شوي في عذر. لحظة خلا تعال دوم هني تعال دوم هني. زين سنة طافت من الحكم. يلا وين صار باركنج لوت. خلنا نزيد ميزانيته خلنا نزيد ميزانيته خلنا الناس تداوم على طول. خلنا نزيد ميزانيته خلنا نحطي لنا إذا قدرنا عمارة. نستطيع نعم نعم اننا نستطيع. ابى احطي كم بيتي هني بتقولوا لي ليش؟ على اساس اللي يشتغلوا هني على اساس بحطي لي 4 بيوت هني سكن حقهم. انزين وعندنا شوف السفينه كيف استوت. سفينه سياحيه فيها مسبح حبيب نسبح الدنيا بس ما فيها ناس. انزين قمنا شوي. 2-3 more entertainment building. ايوه هذا قلت له 2-3 ليش ما اعطاني شيء. اوكي بنحط السيرك دام ان عندنا مبنى فاضي. احس ان هذا فيري سيركي بليس. ما احس ان هذا المكان حلو حق سيرك. هني حاطين كوباين صح؟ بنحط السيرك هني شوي بعيد. لا غلط هني اوكي بيكون هني السيرك في ملتقى الطرق بين الناس مو حلو. بما اننا قاعدين نشتغل على البحر نحن خلينا نحط بيتش سايتس على البحر.
إذا بنشتغل هني خلنا نكمل الشغل هني بالطريقة هاي، بس بعيد، لا بعيد هني قريب. أوكي أشوفها. أوكي لا وايد زين وايد زين، هسه نحصل سمان بلاش، مباني بلاش، كل شيء بلاش. زين بنحطي لنا ناقصنا وايد بيوت بعدنا، في ناس مش ساكنة مكان. اوكي بنحط هني حديقة ولا دكان ولا شيء، خلنا نخلي مكان، خلنا نخلي مواكم فاضية. اوكي بنحطي هذا هني وهذا في هذا المكان. اوكي الحين بيستوي عندنا شوي الناس احسن يكونوا ساكنين الحين. انا بعدنا اوف الناس اللي مش ساكنين زادوا ما نقصر. بنحطي هاي منطقة، لحظة، واحد اثنين. اوكي بنحطي لهم شوارع، ما بحط شارع يعني، هذا بحط شو باركن. اوكي بيكون احسن احط لهم باركن هني، محتاجين باركنات هاي. كم سيارة يشيل؟ اوكي ممتاز، هذا معناه خلينا نسكن الناس، لان عندنا وايد ناس مش ساكنين، وايد ناس ما عندها شقق. زين انت شو اخبارك؟ 200 200 انت شو اخبارك؟ ما في شيء، الذرة قاعد يعني تصدر ذرة، انا ادور ذرة حق المزارع وهاي قاعدين يصدرون الذرة، فنشهم كلهم الحين. تعال تعال سفينة حربية. نعم صحيح، اسمع انزين. اوكي بس انزين، هاي كانت حلقتنا لليوم، تعديلات عامة، مزارع جديدة. نشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله، بحاول اهتم بالسياحة اكثر. بنحط ان شاء الله، اتصور اني بحط الموقع الاثري اللي هني، بحط قدامه بيوت صغار ونوادي والسوالف الحلوة. مشكلة ما في الشاطئ، بس هاي المشكلة الوحيدة. ولا روم انزل هني، اذا روم انزل هني بيكون حلو بعد، ما اتصور، بس اذا رمت اسوي شارع من هذا المكان للمكان الاثري بسوي شيء حلو، اماكن سياحية. اما المدينة هاي اعطوها وقتها، لان هاي في نهاية اليوم هاي مدينة سكنية انا قاعد اسويها. فمشكورين على متابعة الحلقة، مشكورين على الدعم. كان معاكم خليل من قناة خليل جيمنج. اذا تبع عندك متابعة على الفيديو معناه انا بقول لك تكسب سبسكرايب، لا تنسى تحصل الجديد حلقة كل يوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.